كابتن سيد، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا مروان، مبسوطه شكرا ان انت جدا. معانا النهارده، ورمضان كريم عليك، كل سنه وحضرتك يا طيب. رب كل سنة وانت طيبة، وعلى كل الأمة الإسلامية في كل مكان، وعلى الشعب المصري يا رب، ودايما يا رب من فرحة لفرحة بإذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن سيد، وانا بتعرف على او بعرف اكتر عن مسيرتك وحياتك وطبعا المحطات الكتيره في حياتك، لقيت ان انت نصيبك حلو جدا او حظك حلو جدا في رمضان. ماتشات كتيره جبت فيها اهداف في رمضان، تألق كبير كان في رمضان، سواء حتى وانت مدير كوره او وانت لاعب. نبتدي منين الحكايه؟ نبتدي من الفيوم وسيد عبد الحفيظ، او السيد محمد عبد الحفيظ لما جه من صحيح، الفيوم للنادي الاهلي عشان يبدا حلم، ولا نبتدي منين الحكايه؟ زي ما انت عايزه. لكن يمكن في رمضان كان في احداث كتير قوي زي ما انت ذكرتيها، سواء كنت لما كنت لاعب او حتى لما بقيت مسؤول. يعني هو شهر الخير والبركه بالتاكيد، لكن كان ليا نصيب كبير جدا فيه. يمكن من واحده من اهم اللقاءات واهم البطولات ليا في مسيرتي وفي حياتي كلاعب كوره، كانت يعني فعالياتها والاحداث الاهم فيها كانت في رمضان. سواء كان مباراه الترجي كانت 3 رمضان، مباراه صن داونز تقريبا كانت 23 او 24 رمضان، والاثنين دول كانوا سيمي فاينال 2001 وفاينال 2001، والاثنين الحمد لله ربنا كرم لي فيهم بجونين. فكانت واحده من اهم اللقاءات بالنسبه لي واهم البطولات بالنسبه لي يعني، وكانت واحده كمان من اهم البطولات للنادي الاهلي، لانها كانت بطوله غايبه من 14 سنه، من 89 ل 2001، فكانت واحدة من المباريات والبطولات المهمة جدا يعني.